قبل 10,000 سنة كان الإنسان يعيش تقريباً على ما يصطاده من فرائس، ومع الوقت والتجربة بدأ يأكل النباتات. ومع مرور الزمن اكتشف الزراعة، لكنه كان يزرع بطريقة بدائية. إلى قبل 200 سنة بدأ الإنسان يتعلم طرق جديدة لزراعة المحاصيل. بدأ يفهم المواسم أكثر، لكنه ظل محكوم بفصول السنة وبالبيئة. يعني في نباتات تطلع في الصيف وأخرى في الشتاء، وفي أشجار تطلع في بلد معين وما تطلع في بلد آخر. لكن هذا صار من الماضي. هل خطر في بالكم إن بنقدر نزرع الذرة في الصحراء؟ وهل ممكن نصنع مأكولات لا تفسد أبداً؟ مع تقدم الزراعة تطورت التكنولوجيا والمواد الكيماوية اللي تستخدم في التخلص من الحشرات. ولما وجد المزارعون إن هالمواد تساهم في إنتاج محاصيل أكثر، ازداد استخدامهم إلها، فارتفعت كلفة الزراعة وتلوث الفواكه والمياه، حتى أتت الثورة الجينية، وصار كثير من الناس حول العالم يأكلون طعام معدل جينياً وبدون ما يعرفون. بس لحظة، شو هو الطعام المعدل جينياً؟ كل شيء حي فيه DNA أو الحمض النووي، وكذلك النبات. خلنا نأخذ واحد. الحمض النووي توجد شفرة كل كائن حي، ومؤخراً اكتشف العلماء أن تعديل الحمض النووي لنبات معين ممكن يخليه يكون مقاوم للمبيدات، أو مقاوم للجفاف، أو يخليه يستهلك 2% فقط من الماء اللي يحتاجه، وينبت بدون تربة، وبسرعة تبلغ أضعاف سرعة النبات العادي. هذا هو الطعام المعدل جينياً. لو زرعت طماطم وتغير الطقس وصار الجو شديد البرودة، فمحصولك الزراعي راح يفسد. ومع تغير المناخ اللي نشهده من كم من سنة، صار المزارعين مرتبكين، يزرعون نباتات في فصل معين مثل ما تعودوا دائما، وفجأة يتغير الطقس ويروح تعبهم كله. لكن هالكلام صار من الماضي. الآن توجد شركات تعدل جينات ثمار مثل الذرة والطماطم، بحيث تصير هذه الثمار قادرة على البقاء رغم اختلال الطقس، وقادرة على قتل الحشرات اللي تتغذى عليها. العلماء لقوا نوع من الأسماك مثل هذا اللي يحتمل البرد الشديد، فأخذوا الجين المسؤول عن هذه العملية في داخل الأسماك وحقنوه في بذور الطماطم، وصار هذا النوع الجديد من الطماطم قادر على تحمل البرد الشديد مثل ذلك النوع من السمك. والآن يقوم العلماء بإجراء العملية نفسها بأنهم يأخذون بعض الجينات من نوع معين من البكتيريا، ويقومون بإعادة هندسة كثير من الخضروات والفواكه اللي ناكلها اليوم. ولكن هناك جدل كبير في العالم حول الأكل المعدل جينياً. تصوروا، في دول في أوروبا وآسيا وأفريقيا تمنع المتاجرة بهذه المحاصيل تماماً، بينما نصف المحاصيل اللي في أمريكا والبرازيل والأرجنتين تعد معدلة جينياً، وتقريباً كل محاصيل الذرة في أمريكا معدلة جينياً. لكن المكسيكيين زعلانين ككثير من الناس الرافضين لفكرة التعديل الجيني. ليش؟ لأنهم يقولون بأن هذا العمل راح يقضي على تنوع المحاصيل لصالح من؟ صالح الشركات العملاقة اللي ما يهمها إلا الإنتاج الوفير، ولذلك بتركز على الأنواع الأكثر نجاحاً فقط. بالمناسبة، الذرة في المكسيك مثل الرز عندنا وفي الشرق، تعتبر وجبة رئيسية، ويقول المزارعون في المكسيك أن الذرة المعدلة جينياً ما لها طعم، وراح تقضي على أصالة الذرة وفوائدها. أما اللي أيدون التعديل الجيني فيقولون أن العالم بدأ يدخل أزمة غذاء اليوم، وهو فيه 7 مليارات إنسان. ما بالكم لما بيوصل عدد البشر إلى 10 مليارات في 2050، ومع ازدياد ظاهرة الاحتباس الحراري والجفاف اللي سببه للمحاصيل، بتكون هناك أزمة غذاء حقيقية بتتحول إلى قضية حياة أو موت. لذلك يعتقدون بأن التعديل الجيني هو الحل الأمثل لإنتاج محاصيل قادرة على النمو في أي مكان، صحراء، جبل، ثلج، وفي أي ظرف بيئي. ويقول العلماء أيضاً أن التعديل الجيني سيجعل من المحاصيل مثل الذرة أكثر مقاومة للأمراض والآفات، بالإضافة لإمكانية الحصول على طعم أفضل
وشكل أجمل، وأيضاً هذه المحاصيل بتكمل شهور في البيت وعلى أرفف المحلات بدون ما تخترب. هذه في حد ذاتها فكرة راح تغير كل شيء نعرفه عن الأكل. يعني تصور أنك تفتح باب الثلاجة وتحصل الخس اللي خذته قبل شهر بعد طازج، أو الجبن، أنا وايد أحب الجبن، الجبن اللي أنت خذته قبل كم من شهر بعده ما اخترب، لأنك عارف بأن هذا الأكل راح يظل صالح لمدة طويلة جدا. وفي الرف السفلي في الثلاجة بتحصل طماط وبيض يمكن صار لهم سنة كاملة وبعدهم صارحين للطبخ. الأغرب من ذلك أن لما حد عندك في البيت عنده برد ومريض بتطبخ له نوع معين من الطعام، مو عشان الدفيه، لا لا، بل لأن هذا الطعام فيه مضاد حيوي. نعم، مضاد حيوي. كيف يعني؟ من خلال التعديل الجيني. يعني مطبخ بيتك ما بيكون فقط للأكل بل أيضا للعلاج. تعرفون شو أكثر الأشياء اللي تزعج المزارعين والبياعين؟ لما الطعام يخترب بسرعة، صح ولا لا؟ ولكن قريباً بشوفون في المحلات أكياس بلاستيكية تتنفس. كيف يعني تتنفس؟ الأكل اللي ما بيكون معدل جينياً بيكون مغلف في أكياس وعبوات تسمح بدخول نسب محدودة من الأكسجين لبعض أنواع الغذاء كالخس مثلاً. هذه الطريقة بتمنع دخول البكتيريا الضارة عشان يبقى الطعام طازج. هالتقنية بتحفظ الأكل لوقت أطول وبتحافظ على مكوناته الغذائية. مستقبل غريب، صح؟ تخيل نفسك في يوم من الأيام أنك تاكل لحم مصنوع في مختبر. ترى هذا مش جنون، العلماء قاعدين يطورون هذه التقنية في جامعة تورو في نيويورك. في هالجامعة في عالم بيولوجي اسمه موريس بنجامينسون، يقول لما كان يشتغل على تصنيع فطر صالح للأكل من فضلات الإنسان علشان يستخدمون رواد الفضاء لما يسافرون برحلات طويلة، خطر في باله أن مو كل رواد الفضاء يحبون يأكلون الخضروات، وطبعاً ما يقدرون يحملون وياهم أقفاص دجاج وبط في المكوك. ففكر كيف ممكن يسوي لحم مصنع في المختبر؟ فقام باستخراج خلايا جذعية من الأسماك وعالجها في مراحل كثيرة كيميائياً وهرمونياً وكهربائياً، ونجح في صنع قطعة فيليه لها نفس طعم ورائحة السمك لكنها مصنعة في المختبر. ويعتقد بنجامين بأن المستقبل سيكون لهذا النوع من الأكل لأنه بيكون أوفر وأسرع في التحضير وربما أكثر فائدة. في شمال الكرة الأرضية، في مكان ما يعيش فيه إلا الدببة القطبية وقليل من البشر، يكمن مستقبل البشرية إذا حدثت كارثة كونية. أكثر من 1750 بنك من بنوك جينات الغذاء قامت بإيداع مئات الآلاف من بذور الفواكه والخضروات لتخزن في هذا المكان. اسم هذه الخزنة سفالبارد جلوبال سيد فولت، وسفالبارد هو اسم الجزيرة اللي فيها الخزانة. تمتد هذه الخزانة أو القبو في عمق جبل جليدي بطول 145 متر، ويمكنها أن تحوي 4.5 مليون نوع من البذور، ومن كل نوع يمكن تخزين 500 بذرة. يعني الطاقة الاستيعابية للخزنة تبلغ 2.2 مليون بذرة. هذه البذور تخزن في أكياس ألمونيوم مغلقة بإحكام، وفي ثلاجات مفتوحة تبرد مكان التخزين لتصل درجة حرارة المكان إلى 18 درجة تحت الصفر علشان يبقى المكان جاف وما تفسد البذور. والسبب في اختيار جزيرة سفالبارد هو بعدها عن العالم وطقسها المتجمد طوال العام اللي يضمن بقاء هذه البذور صالحة للاستخدام لأكثر من 1000 عام من يوم تخزينها حتى لو تعطرت الثلاجات. أما بالنسبة لأمن الخزنة فهي مؤمنة بأنظمة مراقبة متقدمة جدا، وفي كل الأحوال فإنها تقع في مكان يزيد فيه عدد الدببة القطبية عن عدد السكان،
مما يجعلها بعيدة جدا عن متناول اللصوص. خزانة سفالبار للبذور هي أكبر مشروع لأمن الغذاء في العالم، وقريبا سيتم استخدام البذور المخزنة فيها لإعادة إعمار الحقول اللي دمرتها الكوارث الطبيعية في بعض البلدان المنكوبة في العالم. في عام 2014 في لندن جابوا بقرة وأخذوا نسيج من هذه البقرة، وبعدين قاموا بتصنيع قطعة ستيك في داخل المختبر. الطعم ما كان مثل الستيك الحقيقي، لكن البداية كانت ناجحة، يعني لحم صالح للأكل بس طعمه مش ولا بد. ويقول العلماء إن هذا النوع من الستيك بيكون الأفضل في المطاعم في السنوات القادمة. تصوروا إنكم تأكلون قطعة ستيك بأقل من 40 درهم. أظن أكثر الناس اللي بيفرحون بهذا الخبر هم النباتيين. أكيد حد الحين بيقول يا أخي شو الكلام الغريب هذا؟ صدقوني القادم أغرب. هل سمعتوا عن آلة اسمها فوديني؟ فوديني هي طابعة ثلاثية الأبعاد 3D printer. تصور أنك قاعد أمام التلفزيون وجعل بالك تأكل بيتزا. كل اللي بتسويه أنك بتشغل فوديني وبتطبع البيتزا بكل بساطة، بعدين بتحطها في الفرن لكم دقيقة وبتاكلها بالصحة والعافية. لكن لا تخاف، أكلك ما بيكون بلاستيك وأشياء غير صالحة للأكل، بل بيكون أكل صحي ولذيذ وشهي أيضا. لكن الفرق الوحيد أنك ما بتسويه بيتك، بل بتطبعه في جهاز. هذه التقنية ما بتكون رائعة فقط حق الناس اللي يحبون الأطباق المزينة، أو الناس المستعجلين، أو اللي ساكنين بروحهم، بل حتى اللي عندهم مشاكل في البلع بيقدرون من خلال هذه الطابعة أنهم يطبعون أكلات سهلة المضغ والبلع، وفي نفس الوقت يكون هذا الأكل صحي وفيه قيمة غذائية عالية. تقنية الزراعة الداخلية هي تقنية جديدة للزراعة، ما يحتاج النبات فيها أن يتعرض لأشعة الشمس. بدأ العلماء بتطبيقها في عدة مختبرات. اللي يصير هو أنهم وضعوا النباتات في أماكن مغلقة وتحكموا بالبيئة، مثل الطقس والحرارة ومستوى غاز ثاني أكسيد الكربون ونسبة العناصر الغذائية في الماء وحرارة الماء والأسمدة المعدنية وغيرها. وبالمناسبة النباتات ما تحتاج للشمس، لكنها تأقلمت مع الشمس، هي تحتاج للأشعة الزرقاء والحمراء، وهذه الأشعة هي اللي فقط تتعرض لها النباتات في هالمختبرات. والنتيجة أن النباتات في هذه المختبرات ما تمرض وما تحتاج إلى أي مبيدات حشرية، وتنمو بشكل سريع وبقيمة غذائية عالية. هذا النوع من الزراعة هو أحد حلول إنقاذ البشرية من مجاعات قادمة في المستقبل القريب. مستقبل الغذاء مثير للقلق، لكن الحلول تبدو غريبة. غريب أن الإنسان يأكل لحم مصنوع داخل مختبر، صح ولا لا؟ وغريب تأكل عنب ومانجا في الشتاء، وغريب أنك تزرع ذرة في صحراء قاحلة. هناك جدل علمي كبير حول هذه الحلول، لكن العالم كله متفق أننا في حاجة للتحرك السريع عشان نتلافى أزمات كونية قد تعصف البشرية في العقود القادمة. ورغم كل هالجدل يبقى العلم وتظل التكنولوجيا هما الحل الأمثل لتحديات المستقبل. من أول الحجر القديم.